بث مباشر قبل الحصول على 1000 مشترك. نبدأ على بركة الله. بسم الله، أول حاجة راح نبدأ بها نفتح المتصفح تاعي اللي هو جوجل كروم، ونكتب فيه سيت تاعي اللي هو www.youtube.com. راح يتفتح لي الصفحة نتاع الهاتف ماهيش تاع الحاسوب. عندنا على اليمين دائرة راح ننقر عليها ونختار سو كونيكتي، معناها الدخول. هنا راح نختار utiliser un autre compte، راح ندخل بحساب اخر. راح نكتب لادراس تاعي ونكتب معاها رقم السري تاع القناة نتاعنا. هنا راح نختار مامون دو رنوا اللي هو اسم قناة. بعدها راح تفتح لي الصفحة بهذا الشكل. على اليمين عندنا 3 نقاط في الاعلى، راح ننقر عليهم وراح نختاروا فيرسيون بور اورديناتور، معناتها سطح المكتب. وراح يتفتح لنا اليوتيوب تاعنا، راح تكون الصفحة كل رانا موجودين في الحاسوب كما راكم تشوفوا. هنا الشكل راهو شكل الحاسوب. بعدها واش راح نختاره في اليمين على الاعلى، نختاره هذا الشكل اللي راهو باللون الاحمر. عندنا مجموعه من الخيارات، راح نختاره هنا باسي او ديريكت، معناتها راح ننتقلوا على المباشر. بعدها واش عندنا لهنا على اليسار، عندنا ويب كام اللي هو البث المباشر، راح نختاروها نكليكيو عليها باش نبداو البث المباشر نتاعنا. هنا بعد ما اخترنا ويب كام واش راح يخرج لنا، راح يبدا يخرج لنا الصوره او الصفحه نتاع البث المباشر. اولا عندنا هنا شوازيسي ان تيتر اللي هو اختيار العنوان، انا اخترت له بث مباشر. بعدها في الاسفل عندنا اجوتي اون ديسكريبسيون اللي هي الوصف، انا راح نختار له اللي هو صندوق الوصف تاعنا، راح نختار دردشه مع الاحباب او المشتركين. عندنا تحتها كاميرا دو ان فيسين فروم، معناتها هنا نقدر نبدل الكاميرا نتاعي، معناتها من الامام او من الخلف كما راكم تشوفوا في الصوره الواضحه. هنا راح يبدا لنا البث المباشر. هنا عندنا تغيير الصورة المصغرة، او هنا راح نقوم بتحميل الصورة المصغرة. عندنا لهنا على اليمين موديفي اذا حبينا نجري تغييرات، هنا معها المعلومات للبث المباشر، وفي الاسفل باسي او ديريكت معناتها الانتقال الى البث المباشر، وعلى اليسار بارتاجي اذا حبينا نشتركوا مع احبابنا. هذا هو الفيديو، مع السلامة.